بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أتمنى درس النبي أولا لتافي مع البركة كتاب ون الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. يمانا يا ما قنا عن حدث والخبث. يجي حدث يا ما قنا عن حدث يجي ينقسم إلى قسمين وندي وباب اللي يجي. أو درس نفاري مكب أول درس نفاري. يجي الحدث ويجي معنا بيجريش الحدث أصغر وحدث أكبر. ما يتمك بعد ما سئل مبا ونسك إلى ميسن سما قلنا وند بيد إلى ميسن شيء أكيد جماعة. دنك وين يجي أنزويتها يجي متى نبزها فما كومي لا. كرر العلم يا كريم حيا كرر العلم. فالمكرر أحلى كم نسك شيء التكرار يعني يفهم الشطار. نعم. توشينا أصغر وأكبر مين ما قلنا أكنش. سنن ما يجي والمراد إذا نيزوكما الخبث يجي والمراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة يجي من البدن والثوب والمكان. يعني ونن الخبث النجاسة ونجا حدث يبقى قرنشي ونن الخبث أنا قرنشي كو أقرنشي كو أجيك آرش كمان توسا كو أشنشي ناشي كمان واري كمان وارن توسا كو وارن كاشي كو وارن أكونشي كنم كشي مثالي أو جان كينا أكونشي أكن قدو yayi kashi baka sani ba kana cikin baccin in gurin yayin tirnike da wari da kanka zaka ji shi a hancin ka gani ka shimo da hasatu shammi kaji kaji warin abin ko wani guri haka ko a kayanka ila akhiri yace yace min albadani daga jikinka wal thawbi daga jikin kayanka wal makan ko gurin zaka yi sallah yace fa taharatu alhissiyya ala naw'aini taharatu hadathin wa tahtassu bil badan min ya magana akan ta wa taharatu khabathin wa takunu fil badani الخبث الحدث بقى قال انت الخبث بالخاء الحدث بالحاء ها الحدث بالحاء بقى قال انت الخبث الشيء الخبيث كان قال نجي كوكا شما شي كوكا جيش كان قبازر في البدن يجي ادي كم جن والثوب ادي غسا والمكان عندي يعني نقولون سلا دول هي كاسرك شي وانا مداوكم ايه يجي والحدث على نوعين حدث أصغر وهو ما يجب به الوضوء منفرد إيش وحدث أكبر وهو ما يجب به الغسل منفرد إيش وندي وجه أجلس ندي وجه والخبث على ثلاثة أنواع يجي كشي أكوني خبث قاجنا منا كنش ينزو خبث يجب غسله يجي أقول خبث دولة أو إنك إيش كمان مي فسأرين يا رينيا كلام أكاد وجيدة تما فسأرين وانا دولة أو إنك إيش وخبث يجب نضحه كمان مي كمان مذي إن يتبقى ينكا ko kuma fitsarin yaro bai ci abinci ba yarinya ko bai ci abinci ba in yarinya ta fitsari he ka wanki kuma yaro karami in bai ci abinci ba da madi in ka dauki ruwa ka fa yani ka urusha agun shikenan inda madi ne shi kadai yani da yasin khafafa ci ka gani shine shi khabathun yajibu ghasluhu fitsari na babba ko na yarinya ko kuma kashi ya umman akramkum Allah وخبث يجب نضحه كما مذي مذي هكا هنكن شي تاشي اكن يا نشي كوم يتفسلا كوم زي تمسلاجي هي تبدا اجكن كاين شي يا تبو هي ابروا يا واصا غور يعني نلاشي مخففه كما فصارين يارو هي ابروا ازبا مي وني يا فصارين يوا خلاص هي زما بالمكاثره اكا توريش نعم وهو ويرفع نعم وخبث يجب نضحه وخبث يجب مسحه كما متين يدكو هكا وتا ماجينا كو كما مني اجين كاينسا انا غنين شي لا وانا يجب كوجي بلاك ما سالاجي جي باكا ما غورن قزنتا بني كو كما متين هكا انجين كا كاجي غوجيتا كغوجيتا مسحه ان كغوجي خلاص يا ايسا نعم يعني شي با نجي سابشي بس خبث شي شي يعني خبي على شكل انت dan zaka sa yani mutane kaman yan suke maka lan kazami ko kazanta ci wannan wallahi a'lam da irin kamatin su abin da yake kamata a goge shi in ya wogo al mas'alatu thaniya ko kuma najasa haka a guri abu mai sulbi malamai suka ce aka goge ta shikenan zan ce mata as-saqlu yani al mas'hu abu haka wanda baya sha in aka dauki kaman fitsarin yaro zo akan nan gurin baya sha wannan ishin sulbi gare shi sai aka khirga mai ajike tafi shi wannan aka goge ta shikenan bai an zubarwa ba wallahi a'lam
نعم. والخبث على ثلاثة أنواع من فضيش. يجي المسألة الثانية الماء الذي تحصل به الطهارة. تو ينزو زي أكو ما زنشروا وندى الطهارة رشي. تو هي مداوم جملة جاء بنا مكفأ لأجم. الحدث أصغر وأكبر نوعين. الخبث ثلاثة أنواع ثلاثة يعني نقول ريق ريشي إن زي أولا يكون في ثلاثة محلات. جي كمة ريقون إنسا إن ذي سلة. بس وانا شينا أبن ديوجي. يجي المسألة الثانية الماء الذي تحصل به الطهارة. يجي روان دزاي سألك إذا شيء دن أي عبادة. الطهارة تحتاج إلى شيء يطهر به يزال به النجس ويرفع ويرفع به الحدث وهو الماء. يجي وانا أبن النجاسة فسألي كوكاشي كوكما مع نار يعني مثلنا جن حدث روان يكل أوكي وانا ندقى كو الولا كو وانكا أم جن جنابه يكي ببا. يجي كو يجي يعني الطهارة تحتاج إلى شيء يطهر به ويزال به النجس ويرفع به الحدث وهو الماء. يجي رواه والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور. يجي وند أكي سألكي ده شيء شين الماء الطهور وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. يعني الطهور وند وصفي قريش الطاهر شي كشي دائما أتكلم سركيك أنا لا سقولش المطهر لغيره زي كما وينك غير شيء يعني يطهر يترك ده غير شيء وهو الباقي يعني شرط شيء وهو الباقي على أصل خلقته كند الله للشيء هكيك أي على صفته التي خلق عليها كند الله للشيء سواء كان نازلا من السماء كالمطر يجي دود ده دك سما يسقو كمرون سما والذوب الثلوجي لوكما كنكراتي أنن كسات أفريزا قاتن كراتي كاجد هي تنركي خلاص رواجي والبرد كان كان دكي سوقوا دغه سما تارد روان سما او جاريا في الارض كورون دكي غدو اقر كما الانهار كما روان تبكي والعيون روان دكي فتوا دغه ايدو ايدو روا بكو دغه قسا والابار كونا ريجوي والبحار كونتيكو ببا زاك تدش وانا ودك فدك زاك سما وان روان زلزي غريش وان روان غشري غريش كدان اما البحر غشري نبا كهدي شيما اما هكا الله لتشي لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به يشي ياسقوم كروا دغه سما دان يسركي يكو دشي يعني زاكوي وطهاره دشي انت ساميكو. نعم ولقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا يجي من يقول لك سما ماء طهورا شنو يجي الطاهر في نفسه المطهر لغيره. نعم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء يشي دروا والثلج دك انقرا والبرد انقرا سكوا دك سما تار دروا ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر ذاك تنبيش روان تيكو يعني يا زلمه نركب البحر من اكرواك الاندمو من روان دادي كمون روان غا هنا جشري وانا امك شاروان هي قاري قنا صحاب يتنبيا يجي هو الطهور يجي روان تيكون طهور كذا يعني طهور شيء اكن شيء طهورني الطهور ماءه يعني روان زائية طهارة دشي يدوك يعني اسم الفاعل الطهور ماءه إيه؟ الحل ميتته كما أبندي يموت أتكي زائد شي حلال إني أبندي أبرواد يموت كيفي دودي أبندي كتشكرواكي أرو تشكرواكي أرأي بابردي بحدي بكمان تمساح دا قالوا وانا أكوي خلاف أكنسو دمشي جروا أما واندكي أتشكرواكي كمان كيفي da su abu janambu da su wa inda ya mutu ka same shi kawai daman Allah ne ganima ci da su da su fara wanda mushin su halalin ne shi na da aka same shi akan ruwan kai man suka ce jawabul hakim yace huwa at-tahuru yace ruwan awwanan taykun ma'uhu yace ruwan shi tahur yani yutahhar bi eh al-hillu maytatuhu yace halalin ne abin da ya mutu a cikin shi a ce wala tahsulu at-taharatu bima'in ghayr al-ma'i yace duk wani abu da yake da wannan laushin ruwa yani kamar ruwa yake haka yake gudun ruwa to ba a tahara da shi he ruwa fakat shi kadai yace kal khalli wala tahsul at-taharatu bima'in ghayra al-ma'i yace duban za a tsarki a aure da shi he wannan ruwan fakat wanda za a ibada da shi kal khalli kana ganin zakirin har akwai khalli yanzu fari ne wannan mai tsaman fari ne gashi kamar ruwa amman baya alwala wal benzin kaman ruwan wannan benzin wanda ake zuba mota والعصير شو كوا يدي يقول ما أبنك يقولوا كما روا يعني إن دبر روا بني والليمون وما شابه ذلك إلنا زبيب سي ميرندا إن دبر روا بني إلنا شاي قاشنا روا أمن با يعني روا ولا أبن شاي يعني أيوه يسون الروا
ne shayi ne za a dafa ruwa ne amma an ka dafa shi ya ce zo ka sha shayi ba za a ce zo ka sha ruwa ba zo ka sha gahawa ba sai a ce zo ka sha ruwa ba zo ka sha sifin ba za a ce zo ka sha ruwa ba ya fitar da sunan ruwa salabahu almaiya ya dauki mai sunan ruwa akhad ism almai ya zama sifin ya zama ruwa ya zama farau farau to wannan duba zai yi ba ko yana gudu kamar ruwa ko mai ne ba zai yi tsahara ba hay ruwa wal qawli sallallahu alaihi wasallam wannan mulasir wal inma shaba dalika liqawlihi ta'ala yace kan dan dan Allah ne yace falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba an buku samu ruwa ba ku yi taimama falau kanat at-tahara tahsulu bima'in ghayr al-ma'i lanqila 'adim al-ma'i ilayha aw ilayhi yace falau kanat at-tahara yace da wannan sarkin zai yi da wani abu da yake gudu kamar ruwa in ba ruwa ba ha tahsulu bima'in ghayr al-ma'i lanqila 'adim al-ma'i wannan bai samu ruwa ba ha ilayhi da shi za a ce je ka kai abu kaza da kai a ce eh je ka ايو الولد سفن ايو الولد خلالا كا غني يجي فان لم تجو فلم تجلو ما ام فتيمموا صعيدا ان بك سامروا با كجي وقسا كا كاي تيمما هكا الله يجي ولم ينقل الى وايش وان لنقل عدم الماء اليه ولم ينقل الى التراب دا تشوا زاي كجي وا ابو كذا كجي وقسا اما نكي باب ابن ديكي cin gadan ruwa he kasa shine daga bazan daga ta kauce da mai cin gadan ta kasa ne he kaje ka nemi kasa kai ta mama kuma yace zai magana a sifatta in yazo nan gaba kar mu tsawaita wannan babin yana magana akan mas'ala bici na daya ruwa da shi ake fahara ake tsarki na biyu ba duwani abu ko yana gudu kamar ruwa baya a tsarki ayi ibada da shi eh ba ibada da shi alwala da wankan janaba he ruwa in babu ruwan meme cin gadar ruwan kasa ce ayi taimama da ita kuma ya kawo dalilai akai wallahu a'lam he babu mai zuwa insha Allah kar mu tsawaita wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jazakumullahu khair